هشوفك تاني امتى؟ حلو عربيتك على فكرة. يا انت لسه فاكرة تقولي كده بعد ما وصلنا؟ مأجرها بكام بقى؟ نعم مأجرها؟ على فكرة انا مش مخطوبة ومفيش حد اصلا اعرفه اسمه محمود، والمسجز اللي انا كنت ببعتها طول الطريق دي كانت لواحدة صاحبتي على البي بي ام. عايزة اقول لك نصيحة بقى من واحدة اخر مرة هتشوفها النهاردة، الطرق الرخيصة دي بلاش تعملها مع اي بنت، عشان انا اخر مره سمعتك وانت بتكلم مامتك في التليفون بتتحايل عليها تقبضك الجمعيه الاول. يعني من الاخر كده، لا العربيه اللي فاتت دي بتاعتك ولا العربيه دي بتاعتك. هقول لك بقى نصيحه تانية كمان، لما تحب بنت وتبقى مستواها الاجتماعي اعلى منك بكتير بلاش تبقى محدث قوي كده، ابقى خليك على طبيعتك، بلاش تبقى بيئه، وبلاش اشوف وشك ده تاني في الكورس ده اذا كنت اصلا معانا. ما تعدل لسانك يا بيت، انا مش قلتلك 100 مره بطلي الحركات الوسخه بتاعتك دي؟ حركات ايه يا امه؟